السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد قهار، والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. رئيس الحفلة المؤقر وضيوفنا الكرام وأساتذتنا العظام وإخواني في الله، أريد أن أخطب أمامكم حول هذا العنوان: الأدب مع الوالدين. فهذه كلمة معجزة في الأدب مع الوالدين، أريد أن أقدمها بين أيديكم لتعرفوا جيدا ما هي الآداب مع الوالدين، وما هي الحقوق والواجبات التي يجب على الأبناء وفاؤها وصيانتها. ولقد وضع الإسلام آدابا مع الوالدين يجب على الأبناء التزامها، وحقوقا وواجبات يتحتم عليهم وفاؤها ورعايتها. وإليكم بعض هذه الآداب. الأول: أن يطيع الأبناء والديهم وإن كان فاسقين ما لم يأمرا بمعصية. فعن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. فإن أمرا بمعصية فلا طاعة لهما إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق استجابة لأمر الله تعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وليس من الطاعة أن يطيع الأبناء والديه في قبول الزواج ممن يكره، أو في تطليق زوجته دون مبرئ شرع. فقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إنسان أمره والده أن يطلقها زوجه، قال: لا تطلقها، فالطاعة تكون في المعروف. عدم نهرهما أو التذجر منهما، لقوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يصح أن يعلو صوتنا فوق صوتهما، أو أن نظهر تبرمنا وضيقنا من طلبهما، أو أن نسفه رأيهما إذا كنا متعلمين وهما غير متعلمين مثلا، بل نضيح لهما ما نريد بأسلوب مرن ولهجة تنم عن الرأفة والرحمة والتواضع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولو وصل الأمر حد الاستذلال وأن ندعو لهما بخير، لقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما برأ أباه من شد إليه الطرف بالغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتل القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من أحد النظر إليهما. في حال العقوق أولئك براء مني وأنا منهم بري. الإحسان إليهما بالقول الكريم، والدعاء بالرحمة والاستغفار، وبالبذل والعطاء،
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ومن الإحسان إليهما الدعاء لهما لقوله: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا رب أنى لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن فاته بر والديه وهم أحياء فليبرهما بعد وفاتهما بالدعاء والاستغفار لهما. ومن الإحسان لهما تنفيذ عهدهما ووصيتهما إذا كانت في غير معصية، والحفاظ على مؤدة أصدقائهما من بعدهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل أدي به. الابتعاد عن حقوق الوالدين فإنه من الكبائر. ففي الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث: يحرم لعن الوالدين. لحديث أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قرابي سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منال الأرض، لعن الله من لعن والديه. حكم الوالدين مقدم على الغز ما لم يتعين على المرء الجهاد. لحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجهد. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة.